شو صار معهم؟ ليش لهلا ما عرفوا شيء؟ شباب صدق رح جن بابا، والله رح جن يا ان شاء الله بتكون هي ان شاء الله. ليلى عدي انت شو في؟ في معي وحدة تعبانة بالسيارة، قالت لي انه هون بيتها. روح معه علي رضا. خليكم انتوا هون، خليكم. فتون نار الغضب اللي شاعله بقلبها لفتون رح تحرق كل شي حواليها. عمت عيونها وما عاد تعرف من مين بدها تاخد دارة. كان لازم خلص عليه، أخ لو وقع بين إيدي. عود إذا بتريد عود. فلتني ها؟ مو معقول هالقصة ما بتفوت بعقلي بنوم. طول بالك علي بيك، انت لازم تهدي له شوكة. انا ما عم بقدر صدق بنوب، واحد بيهرب من السجن بيخطف مرة بعز النهار وما حدا بينتبه له. شو هاد يا نحن وين عايشين؟ هدي حالك شوي. شو نحن عايشين بغابة؟ فتون عفوا بدي سكر الباب. شو بك شوكت؟ هلأ لازم توقف جنبها بهالأزمة. ولك كيف هالواطي بيخطف مرتي وبيضربها كمان؟ الله يكسر له إيديه يا حق. شو صار معك؟ قدمت شكوى وهلأ رايح على المغفر، وبعدين بدي روح على المحكمة. وفتون رح يخلوها هون؟ دكتور قال فيكم تطالعوها، وهي نتائج الصور طلعت كمان، ما في أي كسر. الحمد لله. على كل فيكم تاخدوا تقرير طبي لأنه رح يلزمكم إلا ما نوصلوا لهالسافل. والله إذا بيوقع بين إيدي إيه بدي أحسب الله ما خلقه. أنت منيحة. فتون حبيبتي كيفك؟ الحمد لله على السلامة. كيف صرتي؟ أنا رح أسبقكم لتحت لأقرب سيارتي على الباب. مسكوا له الواطي، لا تاكلي هم، رح ياخد جزاته. ما رح نرتاح إلا ويصفي بالسجن. خدوا أنتو تاكسي ورجعوا البيت يلا. طيب أنا بصلهم، لا تقلق، خليك أنت مع شوكت. أوعك تخلي عصب. يلا شرفوا، خلونا نمشي. تفضلي نوصلك سوسن. شكراً، ما في داعي تعذب حالك، وصلها لخالي خيرية هلأ وأنا باخد تاكسي على البيت. مثل ما بتحبي.
الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله معفاية. تسلمي يا بنتي، الله يعافيك. آه رجلي ما عاد يحملوني والله، جسمي كله عم يرجف رجف. خليني أمسكك ماما. أمور معلم. 20 إذا سمحت. الله معك. شكرا. كلهم نايمين. بتحب نساوي قهوة؟ لا، حابب نقعد مع بعض. طيب. شبك أمي؟ أنا حموت وما في حدا يسقيني نقطة مي. رح أجيب لك مي. لا ما بدي، مو قصدي المي بس. حملتوا حالكم ورحتوا تسهروا سوا وتركتوني لحالي وما قلتوا اني انا مريضه، ما حدا بيفكر فيه. ما بعرف شو صار لي، يمكن ضغطي ارتفع وقلبي زادت دقاته. كنت بدي اتصل فيك لتاخذني على المستشفى. نامي امي نامي، بترتاحي، قومي على تختك. وانتو بدنا نقعد شوي سوا. ليش؟ طيب امي رح ننام، قومي نامي انت. كل شوي طلع لي، أنا كتير تعبانة وضلك جنبي. ها حاضر. بدي نام هون على الكنباية هاي، شو رأيك؟ هيك بضل قدام عينك. مو بدك راحتي؟ قومي أمي، أنت روحي على غرفتك ولا تاكلي همي بنوب. إذا بدك شي بس ناديلي. بتلاقيني جنبك. يلي بتشوفه. رح اجيب لك الحرامات. لا تعذبي حالك، انا بجيبهم. تحسين، ما رح سكر الباب مشان تسمعني اذا ندهت لك. السهرة كانت كتير لطيفة وحلوة، شكراً لك كتير. وأنا قضيت وقت حلو كمان. أنا بتشكرك. تصبحي على خير. وأنت من أهل. تصبح على خير حبيبي. وأنت من أهل. توقعت الشرطة انه يكون راي على المستشفى، قاموا عملوا له كمين. اصلا انا اللي خبرتهم،
محامي جيداء خبرني انه ولدت اليوم، وانا خبرت الشرطه بهالشيء. خير ما عملت، الله يعطيك العافيه. مشان هيك انت طلعت من عنا دغري. قدامكم مسكوه؟ ايه قدامنا مسكوه، هو حامل ولد من ايديه. يعني شافه لابنه؟ ايه والله منيح اللي قدروا عليه وما هرب منه. ايه لوين بده يهرب؟ يا دوب ناول الولد لنجلة. نجلة كانت هنيك. جيداء ونجلة سوا؟ اكيد لسه رح يتبهدلوا اكتر. اثنيناتهم بكره رح يربوا الولد. يسلموا ايديك. اهلا وسهلا. ها ان شاء الله نامت. نامت حبيبتي، بس كانت حابه تستنى اهلها ليجوا. ها ليكن وصلوا، روحي نشوفهم. شو صار معكم؟ شو وينها فتون؟ أخذوها على المغفر. هي منيحة؟ يعني طمنيني إن شاء الله قدروا يمسكوه. إيه نعم، بأخذ نفس وبحكي لك. طيب طيب حبيبتي، روحي جيبي لي كاسة مي بالرقي وأحكي لكم. روحي بسرعة. حاضر حاضر. فوتي أختي ارتاحي، فوتي يلا بنتي. والله هالليلة نقصت لي من عمري. كيفك أحسن؟ يا واصل شوكت. لا خلاص عليك شوكت، بعد عنه شوكت. يا حقير خلاص شوكت، ما بصير. اذا كنت زلمه واشيني تعال اضربني. لا لا شوكت تعال اضربني. خلاص عم قلك خلاص. واطي ما طلع بايدك غير تضرب مرايا يا شبان. خلاص اتركوا عمي الله يخليك. شوفوا، لا لا تخاف الا اولادي وبيتي. هلا عنا بقى شكون ربك انك هون، والقانون هو اللي راح يعاتبك. طلعوا من هون انت وياه. يلا تعال لسه رحلتك بايدي. إلا ما نتقابل وبتشوف. واطي خلاص 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 تعال معي. خليه يغسل وشه لو سمحت. تفضلوا لهون، بدهم يحققوا معكم. تفضلي لو سمحتي. داي بنتي داي. تركني تركني. خلص شوكت اهدى، نحن بنفس المحل وما فيني اعمل شيء معه. ما فيني اوصل له وخلص عليه. خلص اهدى شوي، شبك اذا بقيت هيك بيقلعوك. فتون بتتعذب أكتر إذا شافتك هيك. سيك حالك شوي. طيب طيب يلا نمشي. هديت أعصابك؟ هديت. غسل وشك. مو مشكلة نمشي. انت بتعرفي الشخص اللي كان معه؟ لا ابدا، اخذوا معه من الطريق. قبل هداك اليوم ما شفته، بس اكيد الكاميرات يلي بالبنك اخذت الصور. فيكن تعرفوا من الكاميرا، وفيكن كمان تعرفوا اني سكرت حسابي بالبنك لانه جبرني اسحب المصاري. هن 25,000. حول المصاري لدولار ومسجل عندي أي ساعة سحب المصاري من الصراف، وموبايلك كان معه. رجعوا لي كل اللي سرقوا مني. شو هالغل هذا كله يا أختي؟ اي والله ما بيتصدق. ما كنت بدي أحكي بس ما فيني أسكت، يعني مشان الله الخانم ما عليها حق. هلا على طول تتدخل بالناس وهي نتيجتها.
حتى لو كان عليها حق. يلي عمله أوس يعتبر جريمة. مؤبد، إن شاء الله بيحكموه مؤبد. إن شاء الله بعمره ما بيطلع من السجن. شوفوا وين كنا وين صرنا. هن نحاربوا بعضهم ونحن نجرحهم. معك حق. قديش هالوضع غريب؟ معقولة واحد بيقدر يضرب وحدة مرة للموت وهو نفسه بيروح على المشفى ليشوف ابنه؟ ونجلة بتقدر تحضن ابن هديك المرة؟ وأنا هون قاعدة وعم بحكي ومفارقة معي. معقول هالشي؟ والله غريب. واحد مجنون؟ طيب إذا بتريد خبرني شو بصير معكم. شو صاير؟ المحامي عم يقول إنه أوس خطف فتون. شو؟ ضربه وسرق مصرياته. عم يقول هالمرة ما رح ينفد بسهولة. كيف تكون حالة أهلي هلأ؟ الله يعلم. أخي، أبي، أكيد الوضع مو طبيعي. يا ربي، رح يكبر ابني من دون ما يشوف أبوه. لو ما فات على السجن كان رح يكون برات البلد. كنتي رح تبقي وحدك مع ابنك. بس هو إجا لهون مشان يشوف ابنه. يلا امشي. خضر، خضر خير معلم؟ شو في؟ عشتك نوم بقى، صار ضيفنا على الطريق هلا. قوم، بدنا نجهز حالنا، بدنا نرتب القاووش ونزينه بالبالونات. لشو البالونات؟ شو في؟ لك يا خرب بيتك شو غبي، ما عم تستوعب اني عم بمزح معك؟ انا ما قلت لك من الاول انه هالصوص العنيد مرجوع لعندي لهون؟ ليكن مساك وراجع لعندي. خليه يجي، رح نستنى ورح نعمل له أحلى حفلة. ليلى، قومي اتصلي بأخوك، اتأخر الوقت وما خبرنا شو صار معه. يعني ما بيخطر لهم أنه نحن رح نقلق عليه هون؟ أمي، فكرتيهم حاسبين حسابنا؟ الله يعلم بشو مشغولين هلأ. قومي اتصلي، قومي يلا. ها، وصلوا. خير إن شاء الله. فوتي. طمنونا، شو صار معكم؟ استني لفوت. طيب ليش تأخرتوا كل هالشي؟ خلينا فوت بالأول خيرية. يخرب بيته. يا ربي، شو هاد؟ شوفي شلون مشوه لوشها. ما توقعت يكون عامل فيها كل هالشي يكسر ايده. شو صار معكم؟ يلا حكينا. اخذوه دغري وراحوا فيه على المحكمه، وبعدين رح يزتوه بالسجن ورجعوا له لفتون مصرياته، وهلا عم يدوروا على السياره. رزيل، بزل حاله هيك مشان يسرق من شنتايته شويه مصاري؟ رح فوت شوفها، بلكي تكون بدها شي. بدكم منا شي قبل ما نمشي؟ يسلموا ايديكم، لا تاخذونا سهرناكم اليوم.
لا ايوه شو هالحكي؟ فوتوا ارتاحوا، يلا بكره منشوفكن. شكرا لكم. الله يكون معكن. ان شاء الله بكره بتكون احسن. شكرا، مع السلامة. رح سخن لها الشوربة، بلكي بتاكل بتدفى شوي. راسي رح ينفجر، رح جن. كيف بدي انسى اللي صار اليوم؟ كيف؟ شفت شو عم تساوي من ورا ظهري؟ لك طلع عنده حساب بالبنك؟ إيه الله يعلم شو عملت له حتى انتقم هيك. هذا الحكي ما عاد منه فايده بنوب. هالمرة ما بتبطل كذب بنوب، خبيت عني موضوع المصاري. الله اعلم شو مخبيه لسه. هذا خيارك يا ابني، خيارك. انت ما كنت موافق على زواجي. كأنك بتعرف شو رح يصير. أنا أبداً ما كنت متوقع كل هالقصص. بس الندم شو بيفيد بعد الزمن؟ خلص قوم شوف مرتك. رح شوفها بابا، رح شوفها. انتي موجوعة مو؟ كأنه هرب مشان يضربك بس. فتون شو عملتي له لحتى طاوعه قلبه وضربك هيك؟ حلي عني ليلى. طلعي. فتون سخنت لك الشوربة، قومي بنتي. يسلموا مو قدرانة. بلكي إذا أكلتيهم بتتحسني. رجاءً اتركوني لحالي. خلص اتركوها راحتها. على الأقل تاكل لقمة شوربة. خلوها تريح شوي لحد ينقفوا راسها. أخذتي أدويتك بنتي؟ نامي هلأ، النوم بيريح بدنك. يلا تصبحي على خير. وأنت من أهله. شكراً شوكت لأنك وقفت جنبي. وشو لسه مخبي عني كمان؟ قولي قولي حتى ما أتفاجأ مثل مبارح. من لك كل هالمصاري؟ مو همك بالدنيا إلا المصاري؟ وهي الحالة اللي أنا فيها شو بالنسبة إلك؟ هذا بس اللي شاغل بالك؟ مو هذا اللي شاغل بالي،
بس مشان ترتاحي حضرتك انا رحت اتدينت مصاري بالفائده. انا اللي قلت لك روح اسرق من البنك؟ اوعك شوكت تحملني كل ذنوبك الي. هدول المصاري اجوني من امي، باعت ارض هونيك كانت ورتانتها عن اهلها وبعتت لي نص حقها وخبيتهم للايام السوداء لانه ما حدا بيعرف شو بصير. معقوله شو بتقدري تكذبي؟ صدق شو ما بدك. يا خسارة فعلا عيب عليك. النور شو عم تساوي هون؟ ولا شيء، عم راقب طلوع الضوء. فاقت امي؟ لا ما نامت لأذان الصبح، تركتها ترتاح. طيب رح انزل جهز الفطور وبعدين منفيقها. مثل ما بدك. بابا امي ما قالت لك انه السيد يمان شاف جيداء ونجلة؟ لا ما قالت لي. لما الشرطة مسكوا أوس كانت هي هنيك قاعدة جنب الست جيداء ام ابنه. معقولة بابا؟ كأنهم رفقات وصحبة عمر لما ولدت زارتها حملت لها الولد بإيديها. طول الليل كنت عم فكر فيهم، شفت أوس بمنامي وإختي كانت معه. كنت عم أمشي بطريق طويل وبآخره كانت عم تستناني، وكان أوس كان واقف قبالها وأنا كنت واقفة بيناتهم. ما عرفت لوين بدي روح، كان كابوس فظيح. فعلا اللي عم نعيشه كابوس فظيح بنتي. أزمة وبتمر. رح فيق عائشة. عائشة يلا قومي حبيبتي. قلتلك طلعي المصاري يلا ولا؟ ما ضل معي ولا قرش ولا قرش بنوب. اوعك تكذبي علي. عم تفهمي ولا؟ والا برميكي بالشارع وبخليكي تتبهدلي وتتشرشحي. لو لايك بدي متي من الجوع يا غبية. ما عم تخبي المصاري عني كمان؟ ما عم خبي عنك شيء، والله ما عم خبي عنك شيء، ما عم خبي عنك شيء. شو هاد؟ شو هاد؟ ما بعرف. جاوبيني شو هاد؟ احكي ولا؟ اتركيني اتركيني خليني اروح. جاوبيني جاوبيني، هدول ليش مخبيتيهم؟ إذا عملتيهم مرة ثانية ما بتعرفي شو رح ساوي فيك، عم تفهمي؟ نجلة؟ أيوة. وين كنت عم تتمشوري؟ لشو هالسؤال؟ عندك حبيب مو هيك؟ من شانه ما عم تقبلي بنيازي. لو سمحتي ما بحب أحكي بمواضيعي الخاصة. خلص هو سؤال وسألناك إياه، أنتو فوراً تتنطوطوا. جوليا خانم لو سمحتي لا تحكي معي هيك، أنا ما عندي وقت، بدي رتب أموري روح على جامعتي، ممكن؟ طيب شوفك شي يوم ومنحكي مع بعض. ما عم بقدر شوفك، بدي شوفك ونلاقي حل سوا. ماشي. ايوه صباح الخير. صباح النور.
ليش تعبت حالك؟ لا تعب ولا شيء. رح جهز الفطور ولا ساوي لك قهوة بالأول؟ ليش امتى؟ بوجود الصورة هون كيف رح تقدر تحسي انك وحدة منا وانت عم تتصبحي وتتمسي فيها كل يوم؟ رجع رجاء تحسين، هاي الصورة قطعة من البيت وما بصير تقيمها من هون. ما بدي الأولاد يزعلوا مني. منعلق لهم إياها بغرفتهم وهيك ما بزعلوا منك. ها؟ ليش هالصورة بإيدك؟ بدي أحطها بأوضة الأولاد. ضليت تحوسي لحتى أمتي الصورة يا عيب الشوم عليكي. بشو زعجتك صورة المرحومة أم الأولاد؟ آه؟ ليش متضايقة منها؟ أكيد غيراني من جمالها لأنه أحلى منك بكتير. خفتي إذا ضلت معلقة تحسين ما ينام بالغرفة منوب. والله عيب. شو نسيتي إن أم أولاده؟ مين أنتي؟ ولا شي بالنسبة إلهم. شكراً كتير خالة فكرة مشان الصورة. تكرمي. يلا رح أساعدك مشان ما نتأخر. اللي بتقيم الصورة بكرة بتقلعني من البيت وما حدا بيقول لي شي. يا ويلي شو بدي ساوي؟ آه وألف آه. هاتي لأخذ لياهم. ماشي. صباح الخير. صباح النور. صحة وعافية. إذا بدك شي ناديلي. يسلموا. فقت فترة راحت. ايه منيح. وعملت فطور كمان لفتون. ليش فقت؟ ايه وشوكت معاها.
خود بعتولك هدول. شو ما بتحب الملح؟ خلصنا يمسك. هدول من صاحبك المعلم طلعت وبيسلم عليك. قل له شكرا. شكرا لك كمان. نورت والله. أهلا وسهلا. نحن عم نستناك على حر من الجمر. راجع دروسك منيح، بدي أعمل لك فحص. مع أني بعرفك واحد كسلان وما رح تنجح. شايفة شو بيشبه أبوكي؟ شو سميته؟ ما سميته، ما لحقنا. منيح إنه مسكوه. لا تزعلي مشانه. شو أجاكي من وراه غير المشاكل والهموم؟ كان بيقدر يهرب، بس إجا ليشوف ابنه. لو ما إجا ما كانوا كمشوه. لا تواخذيني بنتي، والله ما بقدر أزعل عليه بالمرة. حبيبي شو حلو. الله يبعث لك أيام حلوة يا ابني. على مهلك. جيدة، كيف بدك تدفعي للمشفى؟ تأمين غطى كل شيء. من حظي إنه يمان كان يدفع التأمينات عطول. لا تبلشي تنقي مشان يمان أمي. ما رح أفتح تمي ولا بكلمة. أبوكي لهلأ ما عرف بالولد، بس بكرة رح يعرف. وساعتها إذا شاف حفيده أكيد رح يحكي معك ويسامحك. الله يوفقك. لا تتركوني أمي. ما هقول اتركك، شلون بتفكري هيك؟ بس انتي لازم تستني شوي لبين ما اقدر اقنع ابوكي. فضيتي الاغراض من البيت؟ لسه ما اخذت شي. منيح، بكره منروح سوا منفضيهم انا وياكي. ها؟ حبيبتي. ايش امور؟ شفتي ما احلى؟ تحبي تمشي معي؟ لا تعبان اليوم. راح أطلع أمشي لي شي ساعة. ألو فكرات. صباح الخير أمي. مسكت السماعة وما عاد تنزل. شلونكن؟ كيفنا نكون يعني؟ كلياتنا تعبانين. والله ما بعرف كيف بدها تتحسن أحوالنا. ليش شو صاير؟ لا لا ما في شي، بس أنا هيك عم بحكي. الله يسامحك أمي. احكي فوراً. شوفي صارت عنا ألف قصة. خلاص لا تشغلي بال البنت وهي بعيدة. تركني مشان الله فش قهري لبنتي. أوس الواطي الله لا يوفقه يا حق. حسبي الله. لو تعرفي شو ساوى، خطف فتون. ايه ولو تشوفي شو عمل فيها، مسوها تشويه. وليش ما خبرتوني؟ ليش ما حدا اتصل فيي؟ لك شوفي دقيقة بس لخلص التليفون. ولو أمي هيك موضوع بيتخبى. والله ما حبيت إزعجك ودايقك. برافو، ما زعجتي يا ابنو بنتي. هي أبوك زعل مني لأني خبرتك. ليكي أمي أنا جاي لعندكن هلأ. لا لا تجي، لا تجي يا بنتي، ما في داعي. بسطتي؟ شو اللي عملتي هلأ؟ بسطي. مو طالع تمشي بابا؟ بطلت فكرات. الله يوفقك يا بنتي. لا تجي لا تجي. رح اجي، ما رح ارتاح اذا ما اجيت. بدي اجي خلص بخاطركم.
أنا لازم سافر على اسطنبول فورا. خير شوفي طلعت أسرارهم يا أمو. يا ربي بدها تجي وتجي بتوقف معنا. مزبوط عندهم ظروف صعبة لازم روح ضروري يكون معهم هلأ. معك حق. يلا بسرعة روحي. قديش بدك تضلي؟ بتحبي وصلك؟ لا خليني روح بالباص ما بدي عزم. تروح شو عليه؟ ما قلت لي لأمتى بدك تضلي؟ بكرة برجع. لا تستعجلي ارتاحي تقبريني. فتون جاكي ضيوف. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. والله شغلتينا عليكي. شكرا لك. شدي حالك أزمة وبتمر. لا تضعفي انتي قوية. ما بدك تشلح الجاكيت؟ الأستاذ جان إجا بابا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. جايب لكم أخبار حلوة. بشر. قول قول وسمعنا الأخبار الحلوة. تفضل لجوا. اختي فكرة اجت من قضا بازار. مرحبا. تفضل ارتاح. تفضل لهون. ايه وشو هالاخبار اللي بدك تقولها؟ مسكوا الزلم اللي ساعد اوس واعترف بكل شيء. الحمد لله الله ينتقم منهم. يا ربي تاخذ حقنا منهم. شوكت سكر الباب لو سمحت. امشي نطلع خليها ترتاح. بدك شي؟ يسلم وشكرا. اخذوا مواصفات الزلمه من الكاميرات الموزعه بالبنك واستفادوا من افاده الست فتون ومسكوهن. ليش في غيره كمان؟ مو بهي المشكله بس طلعوا عصابة كبيرة بيهربوا ناس لبرا بجوازات مزورة. المهم انمسكوا كلهم. لو انكم تركتوني عليه وما مسكتوني كنت دبحته وكسرت راسه. هاي مو شغلتك ابني. في مين رح ياخد حقك ويعاقبهم؟ والسيارة وينها؟ فكوها قطعة قطعة وباعوها. يعني ما عاد في سيارة. ما في شي مهم. الحمد لله انه شفناها بخير. مزبوط مزبوط. بكرة الله بيرزقهم سيارة أحسن منا. عفوا لا تواخذوني صار وقتي مع الدكتورة. بدي روح لجلسة المعالجة برجع بعد شي ساعتين. أنت بقياني الليلة هون؟ إيه بقياني. منيح.
أنا لازم أمشي، فيني أخدمكم بشي؟ شكراً كثير، عم نعزبك معنا. لا أبداً، ما في عذاب ولا شيء، أنا من واجبي أخبركم. أنا ممنون فضلك. ليلى، إذا حبيت بوصلك، طريقنا واحد. شكراً. شبك، عم يوجعك شيء؟ لا لا، اليوم أنا ما مشيت، بدي أطلع شي من شوية هوا. إيه روح روح. تروحي معي بنتي؟ لا لسه ما وصلت، هلأ إجت، روحوا تعب بسرعة. ولا عن إذنكم، بخاطركم. مع السلامة، سلم لي على الدكتورة آية. أنا بوصل لها سلامك أمي، لأني رح شوفها قبل الأستاذ جان. إيه ما تنسي، سلمي لي عليها. بتحب نفوت نحكي شوي؟ شو أخبارك؟ ولا شي منيح. وين رحتوا يا فكرات؟ قاعدين هون؟ لكان رح أطلع رتب غرف الأولاد فوق، برجع لكم بعد شوي. ماشي أمي. خليكي هون، عدي مع أخوك، عدي. قديشو المبلغ اللي تدينتو بالفايدة شوكات؟ يعني مزبوط، بالأول قلت مو معقول، بس هلأ تأكدت. قديشو المبلغ؟ كتير، كانوا 30 وهلأ 35. ولشو تدينتو شوكات؟ كنت محتاج مصاري، رح جن، كنت عم فكر بيع السيارة. فيني ساعدك شوي؟ معي شوية مصاري بس مو كتار. لا لا لا، أنا بدبر أموري لحالي، أزمة وبتمر، في مصاري، فتون معها. لا تقلقي، بدبر حالي. البابا ما عنده علم مو هيك؟ أوعك فكرت، أوعك أبي يعرف شي، وإلا بحياتي ما بحاكيكي. أنا بدبر راسي، أوعك تحكي. طيب شكراً لك. مع السلامة. ما رح تتأخري بابا، مو هيك؟ لا خلص وبرجع فوراً. gece marmada Yalnızlığa inat iklim.